يا هجرة المصطفى يا خير راوية، عودي فقصي حديث الغار يشجينا، ورددي شدو طير بات يحرسه، ولحني وقعه في الليل تلحينا. كم من أمور لها شأن وقد نسيت، وشدو حمام الغار يولينا. عد يا سراقة، عد يا سراقة، لا تبغي سوى هرب، فإن تكيد نكد والله يحمينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في تغطية خاصة ويوم مفتوح من قناة الناس، احتفالا واحتفاء بالعام الهجري الجديد 1446 هجريا. ربنا يجعله عام خير وبركة وفتح ونصر وجبر لكل واحد فينا. والحقيقة هو يوم مفتوح هنستقبل فيه يعني مجموعة وكوكبة من علمائنا الكرام اللي هيكلمونا عن أهم الدروس والعبر وكمان الملامح والقيم الحضارية في الهجرة النبوية المشرفة. وكمان إن شاء الله يعني برامجنا هتكون معاكم في مواعيدها، برامج قناة الناس، سواء برنامج مع التلاوة، برنامج حواء، برنامج فتاوى الناس، وموضوعاتها إن شاء الله يعني هتكون قريبة ومتعلقة بموضوع الهجرة النبوية الشريفة. هي جرعة مكثفة طوال اليوم هنتكلم فيها عن الهجرة النبوية المشرفة ونلتمس الدروس من هذه الهجرة النبوية. والحقيقة يعني الدعوة لحضراتكم جميعا إن إحنا نقعد إحنا وأولادنا وكل اللي نعرفه، نبلغ كل الناس، نقول لهم في وجبة دسمة من الساعة 1 إحنا بادئين مع حضراتكم لحد 9 مساء بإذن الله، بنتكلم وبيدور حديثنا كله حول الهجرة النبوية. خلوا أولادكم الصغيرين يقعدوا معاكم. الحقيقة في بعض الأحيان بنكون مقصرين تجاه أولادنا في معلوماتهم الدينية وفي ما يعرفوه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فدي فرصة كويسة جدا، فرصة كويسة جدا يعني إحنا عاملينها لحضراتكم في قناة الناس علشان يعني تبقى جرعة إيمانية وجرعة روحانية يتخللها كمان إنشاد وفقرات إنشاد، يتخللها كمان يعني فقرات ومواد تراثية تتحدث عن هذا الحدث الجلل، عن الهجرة النبوية المشرفة، علشان ولادنا ينشأوا على حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومش كده وبس، ده احنا الهجرة دي لما بنحكي أحداثها وبنحكي مواقفها المختلفة مش علشان تكون في شكل سرد تاريخي يعني أو تأريخي لهذا الحدث العظيم، لا، ده كمان علشان ناخد الدروس والعبر وننفذ في حياتنا كلنا ونطبق يعني الدروس الجميلة والدروس المستفادة دي في حياتنا نستفيد بيها. مليانة الهجرة النبوية بقيم ودروس ويعني ملامح حضارية نستطيع ان احنا ان شاء الله نطبقها في واقعنا المعاصر، نستطيع ان كل واحد يطبقها حتى في اسرته في دايرته الصغيره، علشان ان شاء الله يعني المواقف العظيمه دي تكون مؤثره في شخصياتنا، مؤثره فينا، مؤثره في اولادنا، مؤثره في النشأ، علشان ما يطلعوش زي ما قلنا بعاد شويه. الحقيقه لما بتذكر الهجره النبويه كل واحد بيجي في باله ملمح خاص أو معنى خاص أو درس خاص، والدروس دي محتاجة مننا لتأمل شديد. تأملوا كده فكرة إن النبي صلى الله عليه وسلم يحسن اختيار الصاحب في هذه الرحلة، وحتى يقولوا كده في المثل الرفيق أو الرفيق قبل الطريق، يعني مين اللي هيرافقك أو يرافقك في رحلتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار صاحبه الصادق الأمين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، اللي صدقوا في الرفقة، اللي جهز الراحلتين، اللي كان على أهبة الاستعداد، اللي كان بيستأذن النبي في البداية أنه يهاجر، لكن النبي قال له لعل الله يجعل لك صاحبا، وسبحان الله كان أفضل صاحب لي في هذه الهجرة هو النبي صلى الله عليه وسلم. أنه كمان يقدر يختار فريق عمل، فريق عمل يبني به هذه الهجرة أو يقوم بهذه الهجرة من خلال هذا الفريق، سواء ابن عمه سيدنا علي بن أبي طالب اللي كان رجل بحق وبات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن أبي بكر اللي كان بيأتيهم بالأخبار وهم في غار ثور، السيدة العظيمة أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين واللي كانت يعني بمثابة الإمداد والتموين، بتجيب لهم الطعام وهم في غار ثور،
سيدنا عبد الله بن أريقط الدليل اللي هيدلهم في هذه الصحراء الشاسعة المترامية، سيدنا عامر بن فهيرة اللي هيمشي بالغنم علشان يعني يخفي آثار أقدامهم، يعني دروس كتيرة وشخصيات كتيرة حوالين النبي صلى الله عليه وسلم محتاجين إن احنا نتوقف عندهم. كمان الموقف العظيم لأم معبد وما حدث، ويعني نقدر نقول معجزة عظيمة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء رحلته. خلونا نقول كمان دروس في مسألة الصبر ومسألة التحمل ومسألة يعني حتى لما نيجي كده نستذكر ونذاكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الهجرة كان عمره كام؟ كان عمره حوالي 54 سنة، لأن الهجرة كانت بعد 14 سنة من البعثة. فتخيلوا في هذا العمر ربنا عز وجل بيقول لنا لا، الحياة فيها أمل وفيها يعني عطاء وفيها بعد الصبر فيها فرج وفيها منح. فسبحان الله يتحول حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهذه الهجرة المشرفة، الحدث الفارق في حياة النبي، في حياة الصحابة، في حياة الإسلام، علشان النبي ينتقل إلى المدينة المنورة ويؤسس للحضارة الإسلامية ويؤسس للحياة الجديدة في هذه المدينة المنورة. زي ما قلنا دروس وعبر وحاجات كتير قوي هنتوقف عندها النهاردة إن شاء الله مع علمائنا الكرام، ووجبة دسمة من فضلكم ما تحرموش نفسكم منها، من فضلكم دلوا غيركم عليها، سواء إن إحنا حتى اللي بيشوفنا على البث المباشر لصفحة قناة الناس على فيسبوك، من فضلك عرف كل الناس من خلال الشير وما إلى ذلك، من فضلك ادعي أصحابك أقاربك أحبابك أولادك الصغيرين أعدهم معاك، علشان هي وجبة دسمة طوال اليوم إن شاء الله نعيش مع أجواء هذه الرحلة المباركة ونتوقف عند المواقف المختلفة فيها. خليكم معانا، وإن شاء الله بعد الفاصل هيكون معانا فضيلة الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر. يا أيها المكتوب في أعماقنا أنت الكتاب وكلنا قراء، كم غادر الشعراء من نظم وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا، وتظل في كل القلوب محمدا الصمت فيكم والكلام سواء. صلني فوا فقري إذا لم ترضى عن وصلي وترضى القبة الخضراء، وإذا قريش لم تسعك بيوتها فالشعب قلبي والفدا الأحشاء. يا أم معبد، يا أم معبد ليت قلبي خيمة لتدوسه بنعالها النزلاء. يا سيدا ومحمدا يا فوق أن ترقى إليك الأعين العمياء. مستمرين مع حضراتكم في التغطية للهجرة النبوية الشريفة أو العام الهجري الجديد 1446 هجريا، وهنتكلم في فقرتنا دي عن أبرز الدروس المستفادة من الهجرة مع فضيلة الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه بجامعة الأزهر. أهلا بحضرتك يا دكتور هاني. أهلا وسهلا دكتور مهند، كل عام وحضرتك بخير، وكل عام وكل السادة المشاهدين بخير، ويا رب يكون عام هجري جديد مليء بالخير والبركة علينا وعلى بلادنا أجمعين إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين، وكل عام وحضرتك بخير. أنت بخير وصحة وعافية. والحقيقة يعني إحنا عايزين تبقى احتفالنا بالعام الهجري الجديد أو يبقى احتفالنا بالعام الهجري الجديد بشكل عملي من خلال تأملنا لأبرز الدروس وأبرز الملامح الحضارية في هذه الهجرة. بداية ممكن حد يسأل لماذا كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يسأل سائل أيضا لماذا تأخرت كل هذه السنوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في مدة جلوسه في مكة يعني أهل قريش ذوه إيذاء شديدا واضطهدوه وأصحابه، فلاقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عناء شديدا ومشقة شديدة في سبيل تبليغ الدعوة بين أهل مكة، وحصل ظلم كثير واعتداء كثير وإيذاء كثير وضرر كبير على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته صلى الله عليه وسلم. فاضطر النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة من مكة إلى المدينة،
بعض الناس بيقول النبي هاجر من شدة العناء والإيذاء والضرر، وأنه خلاص لم يتحمل إيذاء وضرر المشركين. لكن في الحقيقة هو الهجرة ما كانتش عشان المبدأ ده بس، ما كانتش عشان المعنى ده، إنما الهجرة كانت لمعنى أسمى وأغلى وأعلى، ألا وهو تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته إيه؟ البلاغ عن الله عز وجل، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. وسيدنا النبي بذل أقصى طاقة عنده لتبليغ دين ربنا في فترة وجوده في مكة، لكن لاقى عناء شديد وعنت شديد من أهل مكة وصد شديد من أهل مكة، لكن في نفس الوقت هو محتاج يبلغ دين ربنا. فبدأ سيدنا النبي يبحث عن بديل لمكة، وبدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن بلد تانية عشان يقدر ينشر دين الله سبحانه وتعالى كما أمره الله. بيئة مختلفة. بيئة مختلفة. لذلك في الحديث الشريف كان سيدنا النبي في آخر يعني فترات وجوده في مكة كان يعرض نفسه على الناس خاصة في موسم الحج، ويقول لهم: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي صلى الله عليه وسلم. فهنا سيدنا النبي بيقول لنا المهمة الأساسية له هي البلاغ عن الله سبحانه وتعالى. طب قريش عطلته عن المهمة دي، قريش منعته من المهمة دي، فهنا سيدنا النبي يحتاج إن هو يبحث عن بيئة جديدة. ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وبالفعل بدأ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتجه بالدعوة وبرسالته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لأن سيدنا النبي عنده وظائف كتيرة جدا وعنده مهام صعبة كتيرة ومهام عالية قوي محتاج إن هو ينشرها: نشر تعاليم الإسلام، أخلاق الإسلام، تعليم الناس أحكام الله سبحانه وتعالى. كل دي وظائف محتاجة بيئة مستقرة آمنة مطمئنة. طيب البيئة اللي هو فيها مش مستقرة ولا آمنة، فبالتالي حصل تعطيل لهذه الوظيفة. لذلك يا دكتور مهند، أعظم حاجة وأفضل حاجة الناس لازم تنتبه لها، أو أعظم نعمة على الإنسان بعد نعمة الإسلام، هي نعمة البلد الآمن المستقر. لأن طول ما فيه استقرار في البلد، طول ما فيه أمن في البلد، هتقدر تحافظ على نفسك وعلى دينك وعلى أولادك وعلى عرضك وعلى مالك. طب ما فيش أمن في البلد، ما فيش أمان في البلد، أنت حتى مش هتأمن على نفسك، مش هتأمن على عرضك، مش هتعرف تؤدي الشعائر الدينية الخاصة بيك كما ينبغي. لذلك وجود استقرار البيئة الآمنة من أهم العوامل والأسباب التي تساعد على نشر الدعوة وعلى استقرار الدعوة، وده اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبحث عنه. ده ملمح حضاري مهم جدا، وكمان أن حضرتك يعني بتعلمنا يعني شيء عظيم وقيمة عظيمة، وهي مسألة أن النبي يعني ما كانش باصص أو مهتم قوي بمسألة الإيذاء، يعني أوذينا أكثر من مرة وصبر أكثر من 10 سنين، الأهم يؤذى وصبر على هذا الإيذاء. الأهم عايزين نصل بهذه الدعوة، فنبحث عن هذه البيئة الأمنة، الوطن الآمن اللي يحتضننا. نعم. قيمة عظيمة. طيب لو ننتقل بعد كده، وهو مسألة التخطيط لهذه الهجرة، لأن سبحان الله المتأمل يلاقي الموضوع ما كانش عشوائي أبداً، يعني كان فيه اهتمام بكل التفاصيل حتى باختيار الأشخاص نفسهم. فلو حضرتك يعني تحطنا في الصورة في مسألة التخطيط، وكيف بدأت وكيف تمت. التخطيط من أهم الأشياء اللي بنتعلمها من سيدنا النبي على مدار حياته كلها، خاصة في هذه الرحلة المهمة جداً والرحلة الفارقة في تاريخ الأمة المحمدية. ما فيش حاجة عندنا اسمها عشوائية، العشوائية دايما تؤدي إلى فوضى. التخطيط الجيد يؤدي إلى نتيجة وهدف جيد. فسيدنا النبي اشتغل على النقطة دي مع علمه أن الله سبحانه وتعالى سينصره وأن الله سبحانه وتعالى سيؤيده، إلا أن هو بذل أقصى جهد وأقصى طاقة عنده في التخطيط الجيد لإنجاح هذه المهمة. يعني أخذ بالأسباب طبعاً، مع حسن توكل. طبعا تخطيط جيد، أخذ بالأسباب، توكل على الله، حسن ظن في الله سبحانه وتعالى. الرحلة دي يا دكتور مهند وكل السادة المشاهدين، ما كانتش مجرد انتقال من مكان لمكان. هذه الرحلة اشتملت على أسمى معاني التضحية والفداء والصبر والأخذ بالأسباب والتخطيط، حاجات كتيرة جدا جدا سيدنا النبي علمها لنا عمليا وقوليا في هذه الرحلة المباركة. فالأخذ بالأسباب أمر مهم جدا. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شك أن ربنا مش هينصره؟ عنده شك ان ربنا مش هيبلغوا المدينة المنورة؟ لا، كان على يقين تام، لكن يقينه ده ما منعوش ان هو ياخد بالاسباب الدنيوية. ليه؟ عشان سيدنا النبي ده مشرع،
سيدنا النبي ده مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، سيدنا النبي ده متبع، احنا بنتبعه، فلازم نتبعه بعد كده في كل الإجراءات اللي عملها. هديك بس كده ملمح أو فارق بسيط بين هجرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. سيدنا عمر لما هاجر، هاجر امتى؟ ده هاجر في عز الظهر، في عز الظهر زي ما بنقول. وقال لأهل مكة كلهم، خرج كده قال لهم كده، من أراد أن تفقده أمه أو يكتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني خلف هذا الجبل. قال لهم أنا مهاجر دلوقتي وماشي دلوقتي من مكة للمدينة، اللي عايز أمه يعني تفقده، اللي عايز زوجته تترمل، أنا جاهز. هنا تحدي صارم من سيدنا عمر لأهل مكة، ولم يجرؤ أحد من أهل مكة إن هو يتبعه أو يعني يتكلم معه أو يتبعه أو يعني يؤخره أو يعطله عن الهجرة. طيب سيدنا النبي ما عملش كده ليه؟ هل كان سيدنا عمر أقوى من سيدنا النبي أو أشجع من سيدنا النبي؟ ده سيدنا النبي لما نلاحظ في الهجرة بتاعته، ده هو خطط إن الهجرة بتاعته تكون في سرية تامة، حدش يعرف عنها حاجة. حتى انتقاله من مكان لمكان هو اللي يعرفه بس، وخروجه كان بالليل ومحدش صاحي ومحدش شايفه. طب ايه الملمح او ايه الفرق بين الهجرة دي والهجرة دي؟ هل سيدنا عمر كان اشجع من النبي؟ حاشا لله. هل كان اقوى من النبي؟ حاشا لله. هل سيدنا النبي كان خايف من اهل مكة وعمر ما كانش خايف؟ لا، حاشا لله. الفرق يا دكتور مهند ان سيدنا عمر الموقف ده موقف شخصي ليه هو، محدش يتبعه فيه، هو عنده المقدرة ان هو يعمل كده باعتبار شخصيته باعتبار قوته باعتبار مكانته. لكن سيدنا النبي لما عمل كده عمل باعتبار ان هو مشرع، الله تمام، الله الناس هتتبعه. فالناس هنا لو اتبعت سيدنا عمر، هل كل الناس عندها القدره والطاقه ان هي تعمل زي سيدنا عمر؟ لا، ما عندهاش. فالواحد اي حد هيعمل زي سيدنا عمر هيعرض نفسه للهلاك فورا. لو كان النبي فعل زي سيدنا عمر، فربنا بيقول لنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يبقى انا هعمل بقى زي سيدنا النبي بقى وهاجازف وهاعلن الهجره وهاجر في عز النهار فهعرض نفسي للهلاك. فسيدنا النبي ده قائد مشرع، بيعمل العمل اللي يتناسب مع الناس او مع اغلب الناس، خاصه على اختلاف فئاتهم بقى، خاصه المستضعفين والفقراء الى اخره. فهنا النبي بيعلمنا ان احنا ما نجازفش في حياتنا، ان احنا ناخد بكل الاسباب في اي موضوع انا داخل فيه وتوكل على الله سبحانه وتعالى. بيعلمنا التخطيط الجيد، ما بيعلمناش المجازفة والإنسان يدخل كده بدماغه أو بصدره دون التفكير أو دون تخطيط. دي دروس عملية، دي دروس في عملية حياتنا دلوقتي، احنا نطبق دلوقتي ده اهي. تمام، من أيام النبي لحد دلوقتي كان سيدنا النبي عنده المقدرة التامة. ربنا قال له كده والله يعصمك من الناس، الله. على يقين محدش يقدر يقرب له. لكن عمل كل الحاجات دي ازاي وليه، وخرج ليه بالليل وخرج متخفي وكل ده عشان بعد كده يعلمنا انك انت لما تدخل في موضوع تاخد بالاسباب، ما تجازفش بحياتك، ما تجازفش بحياه الناس اللي معاك، خد احتياطاتك وحذرك على قدر ما يمكنك. فده كان الملمح او الفارق بين الهجره هنا والهجره هنا، للدلاله وللتاكيد على ان سيدنا النبي اخذ بكل الاسباب. طيب هو الأخذ بالأسباب ده عبادة؟ طبعا عبادة. يعني أنا لما في موضوع معين أنا هاخد فيه بالأسباب وهتوكل على الله سبحانه وتعالى، معنى كده أن أنا بعبد ربنا في أخذ بالأسباب فأثاب على ذلك. في بعض الناس يا دكتور هاني، بعض الناس بيفكر أن الأخذ بالأسباب بل هو عكس العبادة، يعني يتنافى مع التوكل، يقول لك يعني احنا خلاص احنا سايبينها على الله وهي ان شاء الله هتمشي. قصة سايبينها على الله ده بنسميه توكل. التوكل على الله ان انا اخد بالاسباب الظاهرة اللي ربنا امرني بيها واترك النتائج والامور على الله سبحانه وتعالى، وده في حد ذاته عبادة، عبادة وثاب عليها. سواء ودي نقطة مهمة جدا، سواء الشيء اللي انت منتظره تحقق او لم يتحقق. يعني مثلا الطالب اللي بيذاكر، هو بنقول له انت بتذاكر ليه؟ بيقول انا عايز انجح واجيب مجموع كويس وادخل كليه كويسه. فبياخد بالاسباب اللي هي المذاكره فذاكر. طيب هفترض ان هو بعد ما ذاكر واجتهد ما جابش المجموع اللي كان منتظره، بنقول له خد بالك انت لم تحرم الثواب، انت خدت الثواب بتاعك على اخذك بالاسباب. اما النتيجه كونها ان هي تطلع عكس توقعك، دي مش بتاعتك بقى، دي بتاعت ربنا. وارضى باللي ربنا قسمه لك وتاكد ان الخير في اختيار ربنا مش في اختيارك انت. فأخذك بالأسباب عبادة تثاب عليها،
وتركك للنتائج ده توكل على الله سبحانه وتعالى، انت مالكش علاقه بيه. ده كلام جميل قوي لطلاب الثانويه العامه اللي طبعا يعني شغالين دلوقتي في الامتحانات، ربنا يوفقهم جميعا. ولكل واحد فينا في حياته العمليه، حضرتك لما بيكون عندك مشروع او داخل تعمل حاجه معينه او حتى البنت اللي هتتجوز او الولد اللي هيتجوز، كل واحد فينا بيحاول ياخد بالاسباب الموكوله اليه في الموضوع ده، وبعد كده يترك الامور على الله سبحانه وتعالى. فاخذك بالاسباب عباده، لكن نقطه مهمه جدا، اياك ان تعتمد على الاسباب. نعم. أنا بعتمد على مسببها وهو ربنا سبحانه وتعالى. فالطالب دلوقتي اللي هو في الثانوي واللي بيذاكر كويس واللي مجتهد كويس، بنفكره وبنأكد عليه، اوعى تعتمد على نفسك، اوعى تعتمد على مذاكرتك، اعتمد على ربنا سبحانه وتعالى. إياك لما ربنا يكرمك وتجيب مجموع كويس وتجيب مجموع كبير تظن إن ده بسبب مذاكرتك وبسبب مجهودك بس. لا، ده بتوفيق الله سبحانه وتعالى لك. الله. أخذك بالأسباب ومذاكرتك دي عبادة تثاب عليها إن شاء الله، لكن أنت معتقد من جواك إن توفيق ربنا جالك من عنده هو مش بسببك أنت، بدليل إنك أحيانا بتلاقي طالب بيذاكر كويس قوي ويجي في الامتحان لم يوفق. واحد ممكن يذاكر نص نص ويدخل الامتحان سبحان الله يجيب الدرجة العالية أو الدرجة النهائية. إيه الفرق بين ده وبين ده؟ أو الفرق بين ده وبين ده؟ توفيق ربنا سبحانه وتعالى. فهنا النبي في هذه الرحلة المباركة علمنا الأخذ بالأسباب والحيطة والحذر في كل خطوة وفي كل فعل في هذه الرحلة المباركة. نعم، من الأخذ بالأسباب اختيار الصحبة واختيار فريق العمل طبعا، وده شيء مهم برضو عايزين نتوقف عنده. أسمى معاني الصحبة تجلت في هذه الرحلة المباركة. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تخير يعني أحب الناس إلى قلبه وأقرب الناس إليه سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. ودي نقطة مهمة جدا في إنجاح حياتنا، يعني دايما دايما تخير الصاحب ليك، الصاحب ساحب. نعم. لو صاحبك كويس هيسحبك للحاجة الكويسة، لو صاحبك مش كويس هيسحبك للناحية التانية. فدايما أنا في حياتي العملية والدينية وأي شيء الدراسية حتى والدراسية كل شيء أتخير الصاحب الكويس، لأن الصاحب الكويس ده يعني إن لم يعني أنتفع به لن يضرني. حتما حتما سأنتفع بالصاحب الكويس. طب ما انتفعتش به يبقى عمره ما هيضرني، عكس الصاحب السوء. فهنا ال 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 الرحلة المباركة دي بتبرز هذا المعنى الجميل الواضح في صحبة سيدنا النبي أو في صحبة سيدنا أبي بكر مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن عطاء الله السكندري يقول: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. الله. يعني لما تصحب واحد، تصاحب واحد يعني ما تصاحبش واحد حاله مش كويس مع ربنا، ده هيأخرك لورا. ما تصاحبش واحد كلامه ما بيدلكش على ربنا سبحانه وتعالى. دايما اصحب الإنسان الكويس اللي ألفاظه كويسة، اللي لسانه عفيف، اللي أفعاله كويسة. البعض في النقطة دي دكتور هاني عذرا يعني لمقاطعة حضرتك، لكن وخصوصا في أوساط الشباب لما تيجي تقول له تخير صاحب الكويس وتخير اللي هيكون يعني خليلك في هذه الدنيا، يقول لك يعني يا مولانا عايزيننا نصاحب كل صحابي يكونوا مثلا شيوخ بالمعنى الدارج، ما أنا برضو يعني دول هم اللي في بيئتي وحواليا وهكذا. نعم. هل الأمر هنا مختص فقط بأن الصاحب الجيد هو من تتوفر فيه صفات دينية معينة؟ ما بنقولش أنك أنت تصاحب شيخ. أيوة. أحيانا الشيخ ده محتاج حد يصاحب أحسن منه. نعم. أحيانا الشيخ ده بيكون بعيد عن ربنا أصلا، هو في الظاهر شيخ لكن في حقيقة الأمر مش كويس، يعني مش ده الأصل. الأصل أن أنا بصاحب إنسان منضبط. نعم. واحد كويس أخلاقه كويسة، بيصلي، بيعبد ربنا، شاطر في حياته، الفاظ قبيحة، أخلاقه كويسة مع الناس. نعم. ما بيشربش حاجة وحشة، مش لازم أصاحب شيخ. أنا صاحب واحد باختصار ما يبعدنيش عن ربنا. الله. أصاحب واحد باختصار ما يخلينش أعمل معصية. عارف يا دكتور مهند وكل السادة المشاهدين، أصل الخير والشر في الدنيا قائم على إيه؟ قائم على حاجتين اتنين من ضمنهم الصحبة. نعم. الإمام زروق رضي الله تعالى عنه كان من كبار الصالحين، يقول: أصل كل خير وشر اللقمة والخلطة. اللقمة والخلطة. والخلطة. أصل، ودي أي حد من السادة المشاهدين سمعني يقيس الموضوع ده عليه أو على أي حد. نعم. هيلاقي الكلام اللي قاله الإمام زروق ده بالضبط. أصل كل خير وشر اللقمة، يعني الأكل يعني، والخلطة. فكل ما شئت فستفعل مثله. ماشي. واصحب من شئت فأنت على دينه. يعني إيه الكلام ده؟ بقول لك أصل كل خير وشر هو اللقمة والخلطة. فاللي هياكل حلال هيعمل حلال،
واللي هياكل حرام هيعمل حرام. وقصها حضرتك او اي حد من الساده المشاهدين على اي حد. اي حد هتلاقي اعماله قبيحه، اعماله مش كويسه، هتجد عنده مشكله في المال الحلال بتاعه، يعني عنده مشكله في 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 المال. في رزق. في المال عموما. ربنا يعافينا. واي حد منضبط كويس اخلاقيا ودينيا تعرف ان هو بياكل لقمته بالحلال زي ما بنقول. اصل كل خير وشر اللقمه والخلطه. فكل ما شئت فمثله تفعل. فكل ما شئت ايه؟ فمثله تفعل. يعني لو اكلت حلال هتفعل الحلال، لو اكلت الحرام هتفعل الحرام. واصحب من شئت فانت على دينه. اصحب اي واحد، صاحب اي واحد هتكون على الدين بتاعه. فلو الصاحب بتاعك كويس متدين ومنضبط واخلاقيا كويس، هتلاقي نفسك انت حتى لو انت مش كويس لا قدر الله مع الوقت بدات تتغير. طب لو الصاحب بتاعك مش كويس هتفعل نفس الافعال بتاعته. فالصحبه مهمه جدا جدا، خاصه مع اولادنا وبناتنا وشبابنا، بناكد عليهم كل واحد يتخير الصاحب بتاعه. بناكد على اولياء الامور، كل اب وكل ام او كل ام، راقبوا اولادكم، راقبوا بناتكم في تخير صحبتهم. لو انت عايز ابنك يبقى كويس او بنتك تبقى كويسه، بعد التربيه بتاعتك تاني عامل اساسي مهم في تكوين شخصيه الولد او البنت الصحبه بتاعته. ربنا يعني يربي لنا اولادنا جميعا مستمرين في رصد الملامح الحضاريه والقيم في هذه الهجره المشرفه. لكن مشاهدينا نروح لفاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا. مستمرين مع حضراتكم في هذه التغطية الخاصة وهذا اليوم الخاص احتفالا واحتفاء بالعام الهجري الجديد، وكل عام وحضراتكم بخير. دكتور هاني، يعني واحنا بنتكلم عن القيم والملامح الحضارية في الهجرة، عايزين نتكلم أكتر عن قيمة الوطن. نعم، الرحلة المباركة دي، رحلة الهجرة، من أسمى معانيها الدلالة على قيمة الوطن في حياة الإنسان وحب الإنسان لوطنه وحنينه وانتمائه إليه. احنا بنلخص كل ده يا دكتور مهند وبنقول حب الوطن من الايمان. حب الوطن من الايمان. نعم، يعني الانسان المؤمن بحق هو اللي عنده حب للوطن بتاعه، انتماء ليه، دفاع عنه. والعكس صحيح، اي انسان بيكره الوطن بتاعه، بيكره البلد بتاعته، يبقى تعرف ان انسان ايمانه مش كويس. لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا الانتماء الى الوطن والدفاع عن الوطن والحنين الى الوطن وحب الوطن حتى في احلك وفي اصعب الظروف صلى الله عليه وسلم. فمن لا خير له في بلده لا خير له في دينه. نعم، باختصاره. نعم. ليه بقى دلوقتي سيدنا النبي وطنه كان ايه وبلده كانت ايه؟ مكه المكرمه. ودي بلد الله الحرام، اعظم وافضل بلد موجوده. نعم. وسيدنا النبي كان عنده شوق وحنين وحب كبير جدا جدا إلى هذا البلد المبارك. ومع ذلك لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم، هو خرج باختياره ولا خرج مكره ومجبر؟ ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. مكره ومجبر. نعم. فالنبي لما خرج من مكة المكرمة قال لنا بقى درس عملي، تمام، ودرس لفظي على قيمة الوطن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما خرج من مكة نظر إلى مكة وقال: والله يا مكة إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وفي رواية: ما سكنت غيرك. شوف هنا دقة كلام النبي، ما سكنت غيرك. هنا القيمة الوطنية اللي عند النبي لهذا البلد قيمة عالية قوي. أنا خارج مضطر ومجبر، ولولا كده عمري ما هسكن أي بلد تانية. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مع في صحبة سيدنا أبي بكر. وهو خارج من مكة يا دكتور مهند فضل ماشي 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 لحد ما وصل عند مكان أو منطقة اسمها الجحفة. الجحفة دي فيها كده يوتيرن، يعني طريق كده بيرجع تاني على مكة. فلما النبي وصل للمكان ده نظر إلى هذا الطريق اللي بيرجع مكة تانية، فنظر إلى هذا الطريق نظرة شوق وحنين وحب، عايز يرجع تاني، بس خلاص ما يقدرش، قضي الأمر. ولم يتكلم صلى الله عليه وسلم بكلمة، لكن حنينه إلى وطنه يعني خلاه يزعل يتضايق لما شاف المكان اللي بيرجع بس إيه لمكة تاني. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. كانت بشارة عظيمة جدا جدا لسيدنا النبي في أصعب الظروف اللي مر بيها في هذه الرحلة. قال له: ما تخافش، إحنا هنرجعك تاني
لرادك إلى معاد. المعاد هنا المراد به مكة المكرمة. سبحان الله، عشان ينزل القرآن بهذا المعنى بالتأكيد زي ما حضرتك أشرت، يعني كانت مشاعر النبي طبعًا عظيمة جدا. لو خد بالك هنا القرآن بيؤكد قيمة الوطن. نعم. الناس. نعم. من طرف خفي للي يفهم. نعم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هنرجعك تاني بلدك، هنرجعك تاني لوطنك اللي بتحبه. نعم. خرج سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا حزين على فراق مكة بلده ووطنه والبلد اللي نشأ فيها، فخرج إلى المدينة المنورة. لما راح سيدنا النبي المدينة المنورة خلاص بدأت المدينة يعني تستقبله استقبال حافل جدا، واستقر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فدعا للمدينة وقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فهنا سيدنا النبي برضو بيدينا بقى درس تاني تمام لفظي وعملي. في المرة الأولى عطانا درس لفظي لما قال: يا مكة إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومي قومك أخرجوني منك ما خرجت. الدرس اللفظي أهو. الدرس العملي لما نظر إلى الإيه؟ إلى المكان اللي هيرجعه تاني. لما راح المدينة عمل نفس الكلام، عطانا درس لفظي ودرس عملي في الحب الأوطان والحنين والشوق إليها. فقال: اللهم حبب إلينا مكة كحب، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وأحب النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حبا شديدا وتعلق بها تعلقا بالغا. صلى الله عليه وسلم. يجي سيدنا أنس بن مالك يحكي لنا عن حب النبي العملي بقى للمدينة مش اللفظي. هنا أنس بيحكي لنا المشهد العملي في حب النبي للمدينة. فسيدنا أنس بيقول: لما كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يرجع من سفر إلى المدينة المنورة، سيدنا النبي خرج من المدينة مسافر في مكان ورجع تاني، قال: كان إذا رجع من سفر فرأى جدرات المدينة، يعني حوائط ومعالم المدينة، حرك الناقة التي يركبها بسرعة وحرك فرسه. عارف حضرتك مثلا السبق اللي بيحصل، بيجوا في آخر السبق كده وبيحركوا الخيل بسرعة عشان يجتازوا المسابقة ويطلعوا الأول. فالنبي كان يعمل كده، أول ما يشوف جدرات المدينة فيحرك الدابة اللي بيركبها. نعم. فسيدنا أنس يقول: شوقا إلى المدينة، أول ما شاف معالم المدينة يعني زاد شوقه وحنينه، فأراد أنه هو يدخلها بسرعة. فيجي الإمام، الحديث ده في صحيح البخاري، يجي الإمام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري يعلق على هذا الحديث، فيقول لنا كلمة لطيفة وجميلة قوي، يقول رضي الله تعالى عنه: وفي هذا الحديث دليل على فضل المدينة المنورة وعلى حب الوطن والحنين إليه. الله الله. ومش كده وبس، ده يقول لك: وعلى مشروعية حب الوطن والحنين إليه. كلمة مشروعية يعني إيه؟ شوف هنا فهم الأكابر لكلام وحال النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة اللي النبي أظهرها لنا دي التي تدل على حبه وشوقه للمدينة، يجي ابن حجر يقول لك الحالة دي دليل على إيه؟ على مشروعية حب الوطن والحنين إليه. مشروعية يعني حب الوطن من الشرع. نعم. الحنين إلى الوطن من الشرع، وده اللي احنا قلناه في الأول. إن حب الوطن من الدين، حب الوطن أمر مشروع، بالتالي كراهية البلد، حقد، الحقد على البلد، العمل على إسقاط البلد، كل ده مخالف للشرع الشريف. فسيدنا النبي جسد لنا أسمى معاني الانتماء والحب والحنين والشوق إلى الوطن من خلال درس لفظي وعملي في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة. وسبحان الله، ده درس عملي لنا كلنا، كل واحد في وطنه لازم يحب هذا الوطن ويبني هذا الوطن. كان العرب زمان يا دكتور مهند يقولوا كده: يقاسوا وفاء الرجل بحبه وحنينه إلى وطنه. الله. إمتى تعرف الرجل الوافي فعلا؟ لما تشوف الحنين إلى الوطن وحبه للبلد عامل إزاي. والمعنى ده سبحان الله دكتور هاني متحقق، أي حد حتى من أهلينا وحبايبنا لما يسافر حتى برا بيقضي مصلحة، ولا رايح يعني يعمل شغل، ولا رايح حتى زيارة ولا أي حاجة، يقول لك أنا اشتقت لمصر. صحيح. اشتقت للقعدة. صحيح. في مصر، اشتقت إن أنا أقعد مع أصحابنا. مهما كانت البلد اللي راحها جميلة. نعم. أو فيها. نعم. حاجات كويسة، لكن. نعم. عنده شوق، هذا دليل. نعم. على الوفاء. نعم. فده من الدين طبعا. نعم. مشروع. نعم. وبالتالي خلاف وعكس الدين. نعم. فكراهية الوطن، حقد على الوطن. نعم. العمل على إسقاط الوطن. نعم. العمل على فوضى الوطن، كل ده مخالف لدين الله سبحانه وتعالى. ربنا يعافينا. وبرضه حتة مهمة جدا بمناسبة الكلام ده يا دكتور مهند. نعم. إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طول فترة قعده في المدينة ومكثفه في المدينة عمره ما تكلم على مكة بسوء.
مفيش أي حد من أصحاب النبي مع إن هم تعرضوا لإيذاء شديد واضطهاد كبير جدا في مكة، يعني ممكن يبقى ده مبرر، في فكر تعاملوا فينا إن هو يتكلم حتى وحش عن مكة. مفيش كلمة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة وحشة، مفيش كلمة صدرت من الصحابة الكرام عن أهل مكة وحشة. فطرة سليمة، طول فطرة سليمة ودين قوي، ودين قوي، لأن حب البلد من الدين. فهنا طول فترة أعادي النبي في المدينة لم ينطق بكلمة، بل بالعكس كان برضو شديد الحنين إلى مكة. ولما دخل مكة في جيش كبير جدا جدا عشان يعني أهل مكة نقضوا العهد معاه، أحد الصحابة قال اليوم يوم الملحمة، يعني خلاص بقى هننتقم. قال لهم لا، بل اليوم يوم المرحمة. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم الجنود من إحداث القتال أو من يعني حدوث قتال إلا من قاتل من أهل مكة. اليوم يوم المرحمة، عشان كده عايزين نتكلم كمان أكتر عن ملامح الأخلاق وحسن الخلق في هذه الهجرة المباركة، لكن نروح لفاصل ونرجع نكمل. خليكم معنا مشاهدين. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة تانية، وبنرصد أهم القيم الحضارية وأهم الدروس في الهجرة النبوية المشرفة. ودكتور هاني، لو نتوقف عند مسألة الأخلاق ودورها في الهجرة. هذه الرحلة المباركة اشتملت على جملة من المبادئ والقيم والأخلاق العالية جدا. الأخلاق يا دكتور مهند عندنا أساس من أساسيات هذا الدين. خد بالك الأخلاق عندنا مش كلامه بس. أيوة. يعني في ما أسهل إن احنا نتكلم عن الأخلاق، لكن الأخلاق لازم تكون تطبيق عملي، لازم أشوف في أفعال حضرتك أخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حضرتك يعني زي ما بيقولوا كده بالمعنى الدارج، جيت على الجرح أو ضغطت على الجرح. ليه؟ بعض الناس أول ما بيتم الحديث عن الأخلاق خلاص يقول لك ماشي ده كلام حلو ونسمعه ونفضل نقول الله ودي حاجة جميلة، لكن مسألة التطبيق أطبق بقى؟ أنا مطلوب مني أطبق؟ طبعا. أنت عندك الدين بينحصر في حاجتين باختصار شديد، تكاليف وأخلاق وسلوك. تكاليف يعني عبادات، أوامر، نواهي أنا بعملها، لكن كل الحاجات دي أنا بعملها ليه؟ عشان أحسن من أخلاقياتي. النبي قال كده، إنما بعثت ليه؟ لأتمم مكارم الأخلاق. يعني الغرض الأصلي والمقصد الأساسي من بعثة النبي تحسين الأخلاق. فالأخلاق لازم تكون موجودة عندنا، لأن دين بدون أخلاق ما ينفعش. والعبرة في الأخلاق أن كل واحد يبدأ بنفسه. طبعا ده الدرس. الأخلاق يعني أنضبط سلوكيا مع نفسي ومع الناس، مش أشاور على الناس، مش أطلب من حضرتك أنك أنت تكون أخلاقك كويسة وأنا أخلاقي مش كويسة. لا طبعا. أنا بصلي يبقى لازم ده ينعكس على أخلاقي، بصوم ده ينعكس على أخلاقي. فالدين عندنا جزء مهم جدا منه هو الأخلاق. النبي بقى علمنا الموضوع الأخلاق ده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم. كان يتحلى بأسمى الصفات والأخلاق العالية لدرجة أنه كان فوق الأخلاق أصلا، وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أنه يهاجر من مكة إلى المدينة جاب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وأعاد مكانه في البيت، وخرج من بين أيدي الكفار وهم لم يرونه. بعض الناس بتظن أن سيدنا النبي جاب سيدنا علي وحطه مكانه في الفراش بتاعه أو في بيته عشان أهل مكة يظنوا أن سيدنا النبي لسه موجود جوه. نقول لهم لا، ده كلام مش منضبط. ليه؟ بدليل النبي خرج من وسطيهم وهم مش شايفينه، وهو يتلو قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. طب النبي خرج وهم ما شافوهوش، كان ممكن ياخد معاه سيدنا علي، ليه حط مكانه سيدنا علي؟ قال لك النبي كان عنده ودائع وأمانات لأهل مكة. فالأمانات والودائع والأموال دي لازم ترجع لأهلها تاني. وهنا النبي بيعلمنا درس عملي في الأخلاق العالية. النبي يقول لك في الحديث الشريف أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هسألك سؤال يا دكتور مهند، هو أهل مكة هنا جايين عند النبي يعملوا معاه إيه؟ جايين يقتلوه. جايين يقتلوه. يعني أنت واحد جاي يقتلك ومع ذلك أنت حريص على أنك أنت ترجع له الأمانة بتاعته، حريص على أنك أنت ما تاخدش الفلوس بتاعته. طب السؤال التاني، أهل مكة عايزين يقتلوا النبي، أهل مكة بيكرهوا النبي، طب أنتوا ليه بتستأمنوا النبي على أموالكم؟ سبحان الله. شوف هنا الانفصام اللي موجود عند أهل مكة أو الفارق اللي موجود عندهم. هم ما بيحبوش النبي، ما بيتبعوش النبي، بالعكس عايزين يقتلوه. وفي نفس الوقت لم يجدوا أكفأ من النبي صلى الله عليه وسلم
ان هم يحطوا عنده الامانه بتاعته بتاعتهم. ما حدش عندهم احسن من سيدنا النبي في امانته وصدقه، كانوا يلقبونه بالصادق الامين. ففي الوقت اللي هم عايزين يقتلوه هو الوقت اللي هم بيستأمنوا فيه سيدنا النبي على اموالهم وودائعهم واماناتهم، ليه؟ ليقينهم ان سيدنا النبي ده عمره ما يخون. فده اول درس عملي نتعلمه من هذه الهجره، ان الانسان يكون منضبط سلوكيا واخلاقيا مع كل الناس حتى مع من يؤذيه، لان اخلاقك دي هي عنوان دينك، اخلاقك هي تعاملك مع الله سبحانه وتعالى. فما تنزلش لمستوى الناس اللي اقل منك في المستوى، ما تعاملش الناس بمثل معاملتهم، عامل الناس باخلاقك انت، بدينك انت، باتباعك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. درس حلو قوي حضرتك قلته دلوقتي، اخلاقك هي تعاملك مع الله. مع الله. فانا لازم اركز علشان ما انزلش المستوى ان ده عمل فيا فانا هعمل فيه زي ما هو عمل، لا انا بعمل ربنا. انا براقب ربنا سبحانه وتعالى. الله. انا عندي معايشه مع الله سبحانه وتعالى، انا عايش مع ربنا مش معاك انت، مهما كنت انت اذيتني او ضرتني او كذا او كذا او كذا، لكن كل ده انا بعمل بحسن الخلق لان انا بعبد ربنا وبراعي ربنا سبحانه وتعالى. فده اول ملمح ناخد بالنا منه في هذه الرحله المباركه، اخلاق سيدنا النبي العاليه. الامر الثاني بقى والمهم في نفس المشهد برضو، بس هنا هنتغير من اخلاق النبي لاخلاق الكفار. برضو اهل مكه كان عندهم بعض الاخلاق العاليه، كان عندهم قيمه النبل والكرم والصدق، كان يكرهوا الكذب قوي اهل مكه، فعندهم قيم عظيمة جدا ومبادئ عظيمة جدا وأخلاق عظيمة جدا. لذلك النبي قال لي إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، معنى كده أن كانت في أخلاق موجودة. فسيدنا النبي جاء ليتمها. فأهل مكة كان عندهم أخلاق، بس الفارق بيني أنا كمسلم أخلاقي أنا وبين أخلاق غير المسلم أو الكافر، إن أنا أخلاقي لله سبحانه وتعالى براعي بها فيها ربنا، لكن الكافر أخلاقه أحيانا عشان المجتمع وعشان الناس وعشان البيئة اللي عايش فيها، فأنا نظرتي نظرة دينية. نعم. بالإضافة للنظرة المجتمعية برضو، عشان أنا هاخد ثواب على الأخلاق دي، والنظرة الدينية دي بتعضد وتؤكد النظرة المجتمعية. نعم. تمام. نعم. فكان أهل مكة عندهم القصة دي. لما أهل مكة اجتمعوا على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحاصروه، وأرادوا ليه بيحاصروه؟ عشان يقتلوه. فقعدوا طول الليل منتظرين إن النبي يخرج عشان يقتلوه. طيب هم جايين ليه يا دكتور مهند؟ عشان يقتلوه. لماذا لم يقتحم أهل مكة البيت على النبي ويقتلوه داخل البيت؟ أنت جاي عشان تقتله. نعم. ليه منتظر النبي يخرج عشان تقتله بره؟ ليه ما تدخلش عليه تقتله جوه؟ فهنا يدونا ملمح مهم جدا، إحنا في أحوج ما نكون إليه دلوقتي. أحد الشباب أراد أن يقتحم البيت ويدخل البيت، فقيل إن أبو جهل منعه. شوف أبو جهل وهو من هو، سبحان الله. وقيل غيره منعوه، قالوا لا لا نقتحم بيت محمد. ليه؟ قال حتى لا تقول العرب أن تسورنا بيت محمد وهتكنا ستر بناته. عيب قوي، ما يصحش، العرب هتاكل وشنا، الناس هتاكل وشنا، هتقول إن إحنا هتكنا ستر البنات وهتكنا حرمة البيت. كان عندهم حفاظ شديد على حرمة البيوت، ممنوع إن أنا أهتك ستر بيت في بنت، ممنوع إن أنا أدخل على بيت في بنت أو حرمة أو ست أو كذا، حتى سموها حرمة، من حرام إن أنا أدخل، سموها ستات تعلم الحريم، دي محرمة، ممنوع تدخل المكان وفيه حريم، فيه ستات فيه بنات، حتى لا تقول العرب أن تصورنا بيت محمد. ده هم جايين عشان يقتلوه، يعني سيبك بقى من قصة الحقد والكره، ده هم هنا بلغوا أقصى طاقة عندهم إن هم جايين عشان يقتلوه، ومع ذلك ينتظروا طول الليل حتى يخرج عليهم ولا يدخلوا البيت. فهنا عايزين نتعلم من النقطة دي درس عملي ومهم جدا، مراعاة حرمة البيوت، مراعاة حرمة البنات والستات. زمان كان عندنا دكتور مهند، حتى في يعني في الأعمال الدرامية والسينمائية عندنا، قصة الـ ابن البلد اللي بيحافظ على بنت منطقته وبنت حارته وممنوع حد يتعرض لها ومش عارف ايه، القيم دي للأسف أصبحت مش موجودة عند بعض الناس. بعض الناس ما عندوش مشكلة ان هو يتحرش ببنت منطقته وبنت، واحيانا بتكون قريبته كمان وبنت الشارع اللي هو قاعد فيه. كل القيم دي للاسف افتقدناها دلوقتي في مجتمعنا. جميل ان حضرتك بتقول بعض الناس، لان برضو على الجانب الاخر طبعا الحقيقة موجودة، ما زال الحمد لله في ناس كتير ما زال موجودة سبحان الله. والحمد سبحان لله. الله. نعم. فهنا دي قيمة اتعلمناها من اهل مكة في هذه الرحلة المباركة. القيمة الثانية بعد ما اهل مكة افاقوا وتاكدوا ان النبي مش موجود والنبي خلاص خرج قدامهم، أبو جهل ذهب إلى بيت سيدنا أبي بكر.
بيسأل، هو عارف ان ده صديقه وده اكتر واحد هيكون عارف النبي راح فين. فوجدت السيدة أسماء رضي الله تعالى عنها فبيسألها أبوك فين، فامتنعت السيدة أسماء من الرد فلطمها على وجهها، ضربها على وجهها بالألم، وبعد ذلك أفاق كأنه كان مصدر إلا أنا عملت الصدمة، إلا أنا عملت ده، أمد إيدي على واحدة ست في بيتها. فظل أبو جهل يتحايل على السيدة أسماء إن هي ما تقولش لأي حد عن الموضوع ده، ويقول لها خبئيها عني يا أسماء، يعني اوعي تقولي لأي حد عن الموضوع ده هتفضح، دي مش أخلاقياتنا، دي مش مبادئنا، الناس هتاكل وشي، خبئيها عني يا أسماء. وهو ده هو هو أبو جهل، وهو شديد العداوة لها ولأبيها ولسيدنا النبي، ومع ذلك أخلاقه تقول لا ما ينفعش إن أنا أضرب واحدة ست في بيتها. سبحان الله. من القيم النبيلة العالية والأخلاق الفاضلة في هذه الرحلة المباركة قيمة أعظم وخلق أعظم برضو من أهل مكة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بنته السيدة زينب. احنا عندنا زينب اثنين، في زينب الكبرى اللي هي بنت سيدنا النبي واخت ستنا فاطمة رضي الله تعالى عنهن، وعندنا ستنا زينب بنت سيدنا علي وستنا فاطمة اللي موجودة عندنا هنا في مصر. فدي زينب الصغرى ودي زينب الكبرى. فالحديث هنا عن ستنا زينب الكبرى اللي هي بنت النبي. لما النبي خرج من مكة إلى المدينة، ستنا زينب قاعدة مع جوزها في مكة، أرادت أن تخرج إلى أبيها، تهاجر من مكة وتلحق بأبيها في المدينة. فأهل مكة يعني تعرضوا لها. فمين اللي ساعد ستنا زينب في الخروج؟ هند بنت عتبة ابن ربيعة وزوجها أبو سفيان. هند بنت عتبة دي كانت من أشد الناس عداوة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وموقفها مع سيدنا حمزة، وموقفها مع سيدنا حمزة لما خرجت كبد سيدنا حمزة ومضغته تشفيا في النبي صلى الله عليه وسلم وبتغيظ النبي، وأسلمت بعد ذلك. بس شوف هنا الملمح، إن هي امرأة شديدة الحقد والكره لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومشركة وكافرة، وزوجها أبو سفيان معها. بلغها ان ستنا زينب بتجهز نفسها عشان تعمل ايه، تهاجر الى المدينه المنوره، الى المدينه المنوره. فراحت ستنا زينب وعرضت عليها خدمتها، وقالت لها لو محتاجه فلوس، محتاجه تامين، محتاجه اي حاجه انا تحت امرك. يا الله، شوف هنا الملمح الله الجميل. فستنا زينب خافت منها، ما رضتش تقول لها ان انا هسافر، وهي بتقول وانا على يقين انها ستفعل، يعني هي هتنفذ زي اللي قالته، بس أنا خفت أقول لها. المهم ستنا زينب خرجت. بعد ما خرجت تعرض لها بعض أهل مكة، منعوها من الخروج وأرادوا أن هم يضيقوا على ستنا زينب. فمين اللي وقف معاها ومين اللي منع أهل مكة من التعرض لها؟ هند وزوجها أبو سفيان. وخططت هند مع زوجها أبو سفيان أن هم يخرجوا ستنا زينب رضي الله تعالى عنها من مكة للمدينة. وهند دي كانت شجاعة جدا، حتى وهي مسلمة وقبل الإسلام كانت شجاعة جدا. فوقفت لأهل مكة، قال تستضعفونها وهي امرأة، مع أن هي شديدة العداوة لأبيها، بس خلق النبل والدفاع عن المستضعفين ما ينفعش يعدي على ناس زي كده. وبالفعل ساعدوا ستنا زينب وخرجوها من مكة معززة مكرمة، حتى لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلى الله عليه وسلم. وحضرتك بذكرك للسيدة هند اللي أسلمت بعد ذلك، هي أسلمت بعد ذلك. ولعل هنا برضو في ملمح يا دكتور مهند، لعل إسلام هند وأبو سفيان كان بسبب إكرامهما لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده بيدينا ملمح جميل جدا، أن من أكرم أهل البيت يكرم. الله، أن من أكرم أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرم. مع شدة عداوة هند للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن هي بسبب هذا الموقف الجميل النبيل لعله كان السبب في إكرام الله سبحانه وتعالى لها بالدخول في الإسلام. يعني كنا حابين نستمر أكتر مع حضرتك الحقيقة دكتور هاني، الكلام شيق وجميل وإحنا كلنا مستمتعين، ودروس جميلة وقيم حضارية بنلتمسها في هذه الهجرة المباركة. لكن لا يسعنا إلا إحنا نشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. الله يكرمك. تسلم تسلم، كل عام طيب وكل السادة المشاهدين. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور هاني. ومشاهدينا في كل مكان، بمناسبة العام الهجري الجديد، قناة الناس قامت بإنتاج فيلم وثائقي بيتكلم عن القيم المجتمعية والمعاني الحضارية والأخلاقية اللي صاحبت هذه الرحلة المباركة. الفيلم اتكلم عن أهمية الأخذ بالأسباب، واللي أهمها التخطيط الجيد. كمان الفيلم تناول أهمية الصاحب في حياة الإنسان، وإن حسن اختيار الصاحب كفيل بإنه ينجح الإنسان في كتير من خطواته وأمور حياته.
كمان من الأخذ بالأسباب تحديد الأدوار، وده كان واضح جدا في هذه الرحلة المباركة، وكمان طلب المعرفة اللي بتعين في تحقيق المقاصد والأغراض، كمان تناول قيمة التضحية وقيمة حب الوطن، وإنه لا يتصور أبدا الحقيقة إن إنسان في يوم يكره وطنه أو يسيبه أو يستعدي عليه أو يخونه، لكن المسلم الحق هو اللي بيحب وطنه، ومقتضى الحب ده إنه يعمل على النهوض به كل واحد في مكانه وفي ميدان عمله. كمان الفيلم تناول أهم منجزات الهجرة النبوية، واللي على رأسها كتابة دستور المدينة اللي نظم العلاقة بين الأفراد والطوائف داخل مجتمع المدينة. كمان الفيلم بيتناول أهم الدروس المستفادة من الهجرة والملامح الحضرية في هذه الرحلة المباركة. هنسيب حضراتكم مع الفيلم ونرجع لحضراتكم مرة تانية نكمل تغطيتنا، فكونوا معنا.